فوز ثمين حققه اليوم اتحاد 11 على حساب مولودية العلمة الذي دخل المباراة من أجل تعويض هزيمة الأسبوع المقبل أمام شبيبة سكيكدا، غير أن عزيمة أبناء شريف حجار كانت أقوى. اتحاد 11 بالزي الأخضر كان السباق في الهجوم عن طريق لامالي في هذه المراوغة والفتحة التي لم تجد من يجسدها إلى هدف، ثم عمل هجوم آخر وكرة عبدات في العارضة. الفرصة الوحيدة والأخيرة في هذا الشوط كانت لصالح المحليين، بزاز في هذه الفتحة ورأسيس برباش لم تكن موفقة، وشوط أول انتهى بالتعادل السلبي. المرحلة الثانية البداية كانت لأصحاب الأرض في هذا الهجوم، فتحة معنصر هشام وتسديد بزاز ياسين لم تأتي بجديد. نلعب الدقيقة 56، الزوار ومن كرة ثابتة وتردد في دفاع العلمة، عبدات يجد الثغرة ويوقع الإصابة الأولى لصالح فريقه. هدف أسعد كثيرا أنصار اتحاد 11 الذين تنقلوا إلى مدينة العلمة. 6 دقائق بعد هذا الهدف، هجوم معاكس من لامالي وكرته تلمس يد المدافع بودراما أشرف، الحكم بوزرار لم يتردد في إعلان ركلة الجزاء التي حولها اللاعب خرباش إلى هدف ثاني لصالح اتحاد 11. فريق مولودية العلمة تمكن من تقليص الفارق بعد ذلك عن طريق اللاعب بن علي الذي خادع الحارس بالهاني، وكان ذلك في الدقيقة 66 من زمن المباراة. بعد ذلك مولودية العلمة يرمي بكل قواه في مرمى بالهاني، وهذا الأخير ينقذ مرماه من كرة برباش. اتحاد 11 كان بإمكانه هو كذلك إضافة الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع لولا تهاون مهاجمه، لينتهي اللقاء بفوز منطقي لاتحاد 11 الذي خرج تحت صفقات أنصار مولودية العلمة.